قدمت جمعية زمزم العديد من المبادرات الصحية للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك عبر الاستشارات الطبية الهاتفية من قبل مجموعة من الأطباء الأكفاء والمختصين، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 5947 شخص. كما سعت الجمعية إلى تقديم الخدمات الصحية في الأربطة الخيرية وصرف الأدوية وإيصالها إلى المنازل. معنا المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيط المطرفي. أستاذ أهلا بك معنا، يعني بداية، ما هي أبرز المبادرات التي تقدمها جمعية زمزم يعني خصوصا في ظل هذه الأزمة جائحة كورونا؟ أولا باسم جمعية زمزم قيادة العاملين أشكر لكم هذه الاستضافة، وأرجو أن أكون وفق في تقديم لمحة سريعة عن ما تقدمه جمعية زمزم التي هي تعنى بتقديم الخدمات الصحية النوعية بجودة عالية، سواء تعزيز الصحة أو تثقيف أو علاج وادية. جمعية زمزم ككيان ضمن كيانات هذا الوطن المعطاء، أولا تشكر لقيادتنا الرشيدة على كل الإجراءات والاحترازات الوقائية والدعم الاقتصادي الذي منحته الإنسان هذا الوطن الغالي. ومن هذا المنطلق قامت جمعية زمزم بإنشاء إدارة للجنة لإدارة الأزمة، أطلقت أكثر من 10 مبادرات صحية كما ذكرت في استهلالك أخي الكريم، من ضمنها الاستشارات، ومن ضمنها الأربطة الخيرية، ومن ضمنها العيادات المتنقلة وتوصيل الدواء إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، وأيضا هناك بعض وأيضا الفرج الصحي لقوات أمننا في منافذ مكة المكرمة، وأيضا تدريب وتأهيل كثير من الممارسين الصحيين أيضا في التشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة وبتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدعم من صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة. هذه المبادرات التي أطلقت من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا، نسأل الله وإياكم أن نتخلص منها عما قريب. طيب، كيف تطبق هذه الاستشارات الطبية الهاتفية؟ كذلك من هم الأشخاص المستفيدون منها بالدرجة الأولى؟ طبعا مبادرة الاستشارات هي مبادرة يقوم بها أطباء استشاريون وأخصائيون مرخصون من هيئة التخصصات الصحية، ويقومون بتقديم الاستشارات فيما يخص فيروس كورونا وجميع المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها مواطن القانون من خلال مراكز اتصال لدى الجمعية أو من خلال أرقام هاتفية على جوالات أيضا هؤلاء الاستشاريون والأخصائيين، يستقبلون هذه الاتصالات بإشراف من إدارة تعزيز الصحة والوقاية وأيضا التثقيف والتوعية الصحية في جمعية زمزم ضمن قطاع الخدمات الصحية، ويقدمون هذه الاستشارات بهدف راعي ورفع وعي المجتمع بفيروس كورونا وطرق الوقاية لإسهام في حماية المجتمع من الفيروس. وأيضا أحيانا هذه الخدمات والمبادرات كلها تصب في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية، لأنه كلما وقينا هذا المجتمع، كلما عززنا صحة المجتمع، كلما قللنا الاتجاه إلى أو إشغال السرر سواء في العناية المركزة في المستشفيات أو على أيضا في الأقسام العادية، وبالتالي تسهم جمعية زمزم في تخفيف العبء على المرافق الحكومية. أيضا تذكرت عن الأربطة الخيرية، جمعية زمزم تقدم خدماتها أربطة من خلال مستلزمات العناية الشخصية، مستلزمات العناية المنزلية، وأيضا توصيلة الأدوية والتوعية والتثقيف. شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيط المطرفي.